السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه العوامل اللي ممكن تأثر على الأداء بتاع الشغل؟ يعني ممكن يكون احنا شغالين في مشروع فنفاجأ ان الأجازة بتهنك كتير، وان انا ما امسك جوازيشن ممكن ياخد 5 6 ساعات، وده حقيقي. طب ايه العوامل اللي بتأثر على كده؟ في عوامل كتيرة، اهمها حجم فريق العمل. حجم فريق العمل هو ممكن يكون المشروع ضخم صحيح، بس نقدر نقسمه بحيث ان كل دور مثلا عدد معين مشتركين فيه وليه ملف مستقل، ف الموضوع يبقى كويس او مقبول. العامل الاخر الهاردوير، الاجهزه نفسها ممكن يكون الاجهزه مش بالقوه، او مش جيمر، او مش ورك ستيشن، او الاجهزه العاديه، او الاجهزه مش متوافقه مع بعض. يعني واحد اتش بي يو، واحد ايسر، واحد اليوم، يعني كل واحد في كذا كذا جهاز موجودين، فده بيخلي الأداء بطيء. النتورك، يعني ممكن تكون الأجهزة قوية بس النتورك فيها مشكلة، مش قادرة تستحمل كمية البيانات. يعني دي تعتبر زي قنوات أو زي أنهار بين الأجهزة، فممكن تكون سرعة الداتا فيها بطيئة. العامل الرابع طريقة تقسيم الفايل أو طريقة تقسيم الفولدرات. ممكن يكون كل الأجهزة قوية والعدد متقسم كويس، بس طريقة تقسيم الشغل نفسه أو الفولدرات أو الفايلات هو اللي فيها مشكلة. فده بيأثر إن أنت بدل ما الشغل مثلا ياخد 2 ساعة ممكن ياخد 4 ساعات بسبب حاجة زي كده. فأنت لازم تبقى في حاجة كده للبيم مانجر يحط البصمة بتاعته، يقسم الفولدرات بتقسيمات ذكية بحيث إن ما بقاش في جزء موجود في ملف ومكرر في مكان تاني. الحاجات دي بتحصل كتير. ممكن من ضمن الحاجات اللي بتأثر موضوع الملفات الكاد، فيبقى أي ملفات كاد استخدمتها شيلها على طول. أي أخطاء تظهر حتى لو warning، الورنينج يعني خطأ بسيط مجرد بس بيقولك إن في حاجة هنا مش مظبوطة ويخليك تكمل عادي، حلها واحدة بواحدة. ما تخليش في حاجة كومبلكس أو في حاجة فيها تعقيد أو حاجة بتتقل الجهاز، حاول تخلي الشغل بسيط على قد ما تقدر. ورك شيرنج مونيتور ده موجود مع ريفت، أو عموما يعني مع أي برنامج تراقب الناس، تشوف مثلا مين اللي شغال سنتر، مين اللي بيعمل سنكرونايزيشن مثلا كل 3 دقايق. يعني هما بيعمل أمر ويروح عامل سنكرونايزيشن، فكتر الحاجات دي بتتقل الجهاز فهو يقدر يسيطر على الجهاز، ويبقى عارف ايه الخطوات اللي ممكن اعملها لو الجهاز لا قدر الله ما فتحش، او الملف اللي احنا شغالين عليه ايا كان السوفت وير ما فتحش. طب ايه الخطوات اللي ممكن اعملها؟ يكون عامل ريكفري لكل الاجهزه كل شويه، بحيث ان لو بتحصل اي مشكله يقدر يرجع لحاجه مثلا من يوم او يومين مش من اسبوع. بيكون عارف مين اللي ممكن يكون مش شغال مظبوط فبيعمل حاجات. يعني ممكن واحد ايه يقول لك ايه، انا هشتغل شويه في البيت فياخد الموديل معاه والناس شغاله، وبعد شويه يجي يروح عامل يعمل ريبليس للملف بتاع سنترال عشان شغله ومش مهم شغل زمايله. في واحد شغال بس مش عامل ورك سيت باسمه، سايبه كده. في واحد بيسمي اسامي مش ستاندرد. فكل الحاجات دي لازم البيب مانجر يكون مراقب الشغل، واي غلط يحصل يروح على طول عامل تهيئة أو عامل تصليح للمشاكل اللي بتحصل.